مركزا في مستشفى قاهة. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا صاحبي؟ ازي حضرتك؟ اولا اطمئن على حضرتك وعلى كل الاطقم الطبيه المحترمه، لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير. بصراحه انتوا يعني مش النهارده طول الوقت بتدفعوا، ولكن الان كمان مواجهه كبيره لازم نحيي حضراتكم عليها مره ثانيه يا فندم. الحمد لله يا استاذ احمد، ده دورنا الوطني. الحمد لله رب العالمين. بقالنا 14 يوم الفريق الطبي بالكامل كاطباء وتمريض بفضل الله تعالى. عملنا الفريق الاول خرج امبارح، كان عملنا له عينه طلعت سلبيه، العينه الاولى طلعت سلبيه، وبفضل الله تعالى النهارده العينه الثانيه طلعت سلبيه. كل الفريق الطبي بالكامل مفيش فيه اي حد مصاب، كله خرج بالسلامه امبارح، والنهارده النتيجه العمليه التجهيزيه بعتتها النهارده والحمد لله طلعت كلها سلبيه بفضل الله تعالى. الحمد لله. الحمد لله. ده خبر كويس جدا. نقدر نقول النهارده عندنا اصغر مريض النهارده خرج؟ محمد ياسر، 3 سنين. ده اتفضل يا فندم. اصيب امتى او انتقل له امتى؟ منين المرض ده؟ محمد ياسر ده الاصابه جات له من والده، استاذ ياسر ده كان مسافر ايطاليا. رجع من حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع. الاصابه الاول جات لوالدته واخواته الاكبر منه، ساره ويوسف. بعد ما اتحجزت مدام دعاء والدته وساره ويوسف معانا 5 ايام، محمد جانا التحليل بتاعه طلع ايجابي. جانا يوم 3/4، قعد معانا لغايه 11/4 الحمد لله، وخرج النهارده بالسلامه بعد العينتين طلعوا سلبي. وخرج هو واخوه يوسف واخته ساره النهارده الحمد لله. كويس. في حد متبقي من الاسره ولا الاسره كلها كده؟ لا، والدته لسه متبقيه. لسه الوالده؟ لسه الوالده، لسه مدام دعاء لسه متواجده معانا. لكن الـ محمد اللي هو اصغر واحد مريض، كان مريضا النهارده، بنقول له الحمد لله على السلامه، خلاص الحمد لله. العينه الثانيه طلعت سلبيه. العينه طلعت سلبيه وخرجت سلامه النهارده الحمد لله. الاسره كلها اصيبت؟ الاسره كلها اصيبت من الاب. هو الاب في مطروح دلوقتي، في النجيله. في النجيله. فالاب جه اصاب الاسره بالكامل. اصاب الاسره، والاسره اتحجزت معانا في قاهه هنا. في عندكم اعداد تانية ولا هم بس؟ اطفال. احنا كان معانا مانويلا، الطفله مانويلا دي خارجه من 4 ايام. ايوه، برضه كانت عينتها سلبيه. مانويلا اهي قدامنا كمان. مانويلا خرجت يوم 7/4. ومعانا النهارده طفلين، سلمى ومريم. ومعانا يوسف وساره. يعني احنا النهارده بالظبط 5 اطفال خرجوا معانا النهارده الحمد لله. هايل. اصغرهم محمد ياسر. محمد ياسر، يعني النهارده 5 اطفال خرجوا بالسلامه. 5 اطفال الحمد لله. دكتور احمد، كانوا الاول بيقول لك الاطفال ما بيصيبهمش الفيروس، النهارده بقى قدامنا معلومات وحقائق اهو، الاطفال بيصيبهم فيروس كورونا. الاطفال، لا هو الفيروس بيصيب كل الاطفال وصغار وكبار. بس بفضل الله نسب الشفاء بتاعتها كويسه، يعني الحمد لله مفيش مضاعفات. لا مفيش اي مضاعفات، حالتهم كلها من اول ما دخلت مستقره، مشينا على البروتوكول بتاع وزاره الصحه. النتائج معانا كانت كويسه.